من هو بيرلسكوني؟ اسمه مش غريب عليا، بس ما بعرف، ما بعرف. بيرلسكوني ملاكم؟ بيرلسكوني بيرلي ممثل. كوميدي رومانسي؟ بيرلي لا، ممثل رومانسي. بيرلسكوني ما بعرف. بيرلسكوني، بيرلسكوني يكون هذا تبع اوروبا ها؟ خفير سولانا. خفير سولانا ذاك. بيرلسكوني اسئلته غريبه شوي. لا. نوع الاطارات بيستعملوه بسيارات فخمه. حديثه ولا قديمه؟ لا حديثه جدا فخمه يعني. ما بعرف. اول مره بسمع اسماء هذا. ما بعرف. ما هما الحزبان الرئيسيان في امريكا؟ حزب الفيتو وحزب الناتو. الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي. إذا حامي علي تبدرين ما بعرف. حزب الاتحاد السوفيتي وحزب الليكود. رأس مالي واشتراك أكيد. الأحزاب حزب الليكود، الحزب الجمهوري، الحزب الشيوعي، الحزب الديمقراطي والحزب الشعبي. بالولايات المتحدة شيوعي كأنه أين تقع دولة المجر؟ في قارة المجر، في قارة افريقيا. المجر قارة اسيا. افريقيا. في اي قارة دولتنا؟ ممكن اسيا. المجر، هاي بالمجر بالكواكب، هاي هاي كوكب، هاي كوكب المجر. اسألك، كنت حسألك دولة المجر في اي قارة؟ قارة اسيا. افريقيا برضو. لا. ما هي الدول التي تحد قبرص برا؟ نبحث قبرص؟ تحد قبرص. ما خلاص دخلنا في بحر من جهتها الثانية. اليمن؟ أبدا، شوفوا ايش مني. ما بعرف برضه. روسيا؟ لا لا، روسيا بعيدة. سوريا؟ لبنان؟ ما هي الدول التي تحد الفاتيكان؟ الفاتيكان؟ أمازون اليونان، فرنسا، اسكتلندا أو بريطانيا. ليه إيطاليا نفسها وتجي ألمانيا. ألمانيا. مدام بتحبها. وسويسرا عندهم. أفغانستان وال. افغانستان والباكستان والفلبين اظن. وين كفي ثلاث. متى انضمت ايران لجامعة الدول العربية؟ 82. ايران جامعة الدول العربية ما انضمت. 83. من هي صاحبة أغنية آونوس؟ نانسي عجرم. نانسي عجرم. نانسي عجرم. هاي بعرفها. سؤال هذا؟ نانسي عجرم، مين ذاكم؟ نانسي عجرم. نانسي عجرم مشهورة. آونوس بعرفها لنانسي عجرم. لنانسي عجرم، صح. نانسي عجرم. نانسي عجرم. نانسي عجرم. نانسي. نانسي عجرم. نانسي عجرم. صاحبة أغنية آونوس عجرم. نانسي عجرم. نانسي عجرم. نانسي عجرم.